مهما ضاقت بك الأرض، كلنا يعاني، فإن مع العسر يسرا. انتهى. إن مع العسر يسرا. رب العباد يقول ترى كل عسر يأتي اعلم أن يتبعه يسران، فلماذا أقلق؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، أعظم من كل مصيبة. حليم، لماذا تقول حليم؟ يصبر على ذنوبي، يصبر على ذنوبي، يعني أنا مهما أذنبت الله حليم علي سبحانه. فأنا كأني أقول يا رب هذه صفتك، أنت عظيم فوق كل مصيبة أعظم منها، وأنت حليم حتى لو كانت المصيبة بيدي. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات يملكها سبحانه، ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا ذهب عنه، بس خلاص. وقال عليه الصلاة والسلام دعوة ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال ماذا أقول؟ اللهم أني عبدك، أعترف ابن عبدك، أعترف يا رب ابن أمتك، ناصيتي هذه بيدك أنت يا رب، تأتي بي يمينا وشمالا، ماض في حكمك، لن أخرج عن إطار حكمك أنا يا رب، لو في الأرض حفرت، لو في السماء ارتقيت سأبقى تحت حكمك سبحانه، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، يعني يا رب كل شيء يصيبني من مصائب أو من خير فهو بعدلك. ثم قال: أسألك، صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. السؤال يفرض نفسه، ما علاقة القرآن بالهم والغم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى بذكر الله يزول هذا، وأعظم شيء لذكر الله هو القرآن، هذا القرآن هو الذروة لذكر الله، من أراد أن يذكر الله عز وجل بأحب ما يذكر به فعليه بالقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ثم قال: ونور صدري، كل نور تبتغيه بغير كتاب الله ليس نور. ثم قال: وجلاء حزني، كأن القرآن يذهب الحزن، يذهب في الحزن، وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرجا. ثم قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. لهذا هل تعلم لماذا نحن لا يفرج عنا ما نعاني منه؟ لأن لا نحفظ هذه الوصفات السحرية من رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له، قال إلا كشف، قال كشف ذلك عنه. قال صلى الله عليه وسلم: كشف ذلك عنه. ربما تقول أنا دعوت لكن لم يستجاب، الله لا يتقبل من قلب الله. أنت إذا حاكم وقف أمامك وكنت تكلمه وتنظر جهة اليمين يغضب، ولله المثل الأعلى، لما تقبل على الله جسدا وقلبا وروحا خشع لك سمعي وبصري وعصبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى العصب يخشع لك يا رب، هذا الذي يريده سبحانه. بل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام دخل المسجد، وجد أبا أمامة جالس في المسجد، قال: ما يجلسك في غير وقت الصلاة؟ يعني في غير وقت الصلاة لماذا تجلس؟ فقال أبو أمامة: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون يا رسول الله، يعني الهموم النفسية والدين، أين أذهب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات إن قلتها أذهب الله عنك الهم وقضى عنك الدين؟ قال: بلى يا رسول الله، أنقذني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: ففعلتها. يقول: فوالله قضى الله عني ديني وأزال همي.